سلطانة، لساتنا عم ندور على إليانور خانم، بس لهلأ ما قدرنا نوصل لمعلومات مفيدة. وقول بهار شافت الموت بعيونها وما اعترفت بشي. مولاتي السلطانة، خير إن شاء الله، بس ما يكون صاير معكم شي مشكلة. المفروض تسأل هالسؤال لحالك، لأنه شايفتك هون والسلطان برات القصر، ليش تارك السلطان لحاله؟ هاي أوامر مولانا يا سلطانة. هذا الجواب اللي بسمعه دايما. ليش هيك متوترة يا كمال كيتش؟ كأنه السلطانة مطايقة حدا بنوب؟ مشغول بال على مولانا السلطان، معلومك لما يتأخر ليرجع على القصر السلطانة بتتوتر وبتنقهر. تفضل. سلطانة. إبراهيم، أهلا وسهلا. سامحيني يا أمي، كله بسببي، كل شي صار لأني خبرته. فهمني أنت عن شو عم تحكي. ما يزيد ورطكن، أنا اللي خبرته، ففكرت رح يساعدنا أو في لاقي حل، بس هو طلع مخبر أمه بكل شي. مع أنه كان وعدني ما يجيب سيرة لحدا، بيزيد كمان متورط بهالشغله.